بعد نحو أسبوعين تقريبا رح تشهد المملكة العربية السعودية أكبر حفل غنائي بتشهده المنطقة بالتزامن مع انطلاق سباق الفورميلا إي الدرعية يلي يعد افتتاح الموسم الخامس لبطولة آي بي بي فورميلا إي على حلبات مدينة الدرعية التاريخية المدرجة بقائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والواقعة بضواحي العاصمة الرياض. الحفلات الغنائية رح تشمل الفنان العالمي إنريكي أجليسيس يلي رح يحيي حفل غنائي بالمملكة يوم 14 ديسمبر، كما رح يغني يوم 13 ديسمبر جيسون ديرولو، فيما رح يشهد يوم 14 ديسمبر حفل لبلاك آيد بيز. أما 15 ديسمبر فرح يكون الدي جي العالمي ديفيد جاتا ووان ريبوبليك. بعد الإعلان عن لائحة الشرف بمناسبة عيد ميلاد ملكة بريطانيا بشهر يونيو الفائت، نالت اليوم شارلوت تيلبري خبيرة مكياج ونجمات ومؤسسة علامة شارلوت تيلبري يلي ذاع صيتها حول العالم وبات بجعبتها العديد من الجوائز وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية من الملكة إليزابيث. شارلوت نالت وسام الشرف لقاء خدمتها بمجال العناية بالجمال ومستحضرات التجميل على امتداد مسيرتها المهنية طوال 26 سنة. بعد أسابيع من افتتاح أول أوتيل لإله بدبي رح يتوسع المصمم الإيطالي روبرتو كافالي بالمنطقة كونه سيضع لمساته الخاصة على بناية سكنية بالبحرين بالتعاون مع بنفقيه للعقارات. مبنى الووتر باي الموجود بخليج البحرين رح يظهر ديكورات إيطالية أنيقة الصنع تبعاً لما ورد بحساب كافالي على الإنستغرام يلي أظهر بعض الصور للمبنى المذكور. الأشخاص يلي رح يسكنوا مستقبلاً أو يلي رح يشتروا أحد الشقق رح يعيشوا بجو أنيق مفعم بالألوان المترفة والطبعات الخاصة بماركة كافالي يلي رح يصمم الديكور الداخلي ل 247 طابق ورح يبدأ البيع بالشهر الأول من العام 2019. ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الابتكارات بالسيارات الكهربائية والمستقلة يلي رح تصمد أمام الطقس الحار بالمنطقة، إذ من المتوقع أن تقود الجائزة الجديدة يلي بتشكلها دولة الإمارات العربية المتحدة الابتكارات بهذا الاتجاه وخاصة بمجال طاقة البطارية والشحن اللاسلكي وغيرها. وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أسمع عبدالله المنيع أحد الجوانب الهامة يلي يجب مراعاتها بنظام التنقل الكهربائي بالمنطقة هو الطقس وخاصة بالصيف الحار والرطب جداً، وبالتالي فإن متانة البطارية، الشحن السريع، سعة الشحن، الشحن اللاسلكي تلعب دور هام بالتنقل بالمستقبل. ومن هنا انطلقت أسمى جائزة الإمارات الدولية للنقل المستقبلي لتشجيع السلطات الأكاديمية والبحثية وطلاب الجامعات بالإمارات على ابتكار أنظمة بقطاع المركبات ذاتية الإدارة وصديقة للبيئة، وذلك بالمؤتمر الدولي الرابع للتنقل المستقبلي يلي نظمته شركة أسمى بالتعاون مع دائرة النقل بأبوظبي. بعد تتويج عصام جعفري من المغرب ومصطفى سيف من مصر كتوب شيفس العالم العربي، يعود الشيفس مارون شديد، بوبي شين ومنى موصلي للبحث عن أفضل شيف عربي محترف. وبعد موسمين في دبي بينتقل برنامج المسابقات العالمي الأبرز للطهي توب شيف بصيغته العربية إلى لبنان بموسمه الثالث. توب شيف مش أي شيف، اختبارات مسلية ومرحة، تحديات مشوقة ومبتكرة، مواقع تصوير فريدة من نوعها، مطبخ جديد بكل زواياه، مشتركون ومشتركات من 11 جنسية عربية، حكام وضيوف من مختلف أقطار العالم. توب شيف مش أي شيف، توب شيف مسيرة طهي لا تشبه غيرها، وموعد أسبوعي للتعرف على أجمل الأطباق وأحدث الابتكارات في عالم الطهي. موعدكم مع الموسم الثالث من توب شيف مش أي شيف كل يوم أربعة عند 1:30 بتوقيت السعودية على شاشة MBC1.